معنا الآن عبر الخط الهاتفي المختصة بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور. صباح الخير. صباح الخير يا هلا. أهلا وسهلا بك معنا. يعني اليوم نحن نشاهد أقرب ما يكون بالحرب الباردة، دولة الاحتلال تهدد بعمليات اغتيال خارج فلسطين، وأيضا غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية ترفع من حالة تأهبها وجهوزيتها. واضح أن الوضع هش جدا، وضع الأمني وحالة التوتر شديدة، وهذه الحالة من شد الأعصاب والتركب يمكن بالفعل أن يعني أي خطأ أو أي حركة صغيرة يمكن أن تقود إلى تصعيد الاحتلال، وعلى أثر يعني المأزق الذي يواجهه في ظل العمليات الفردية اللي أوقعت هذا العدد الكبير من القتلى وسجلت يعني اختراق على المنظومة الأمنية وفشل في مواجهته، يحاول أن يبحث عن وسائل رادعة. هو يعتقد أن هذه العمليات لا تتم بتوجيه مباشر من الفصائل، ولكن أجواء التحريض والخطاب يعني المقاوم دعينا نقول يحفز على هذه العمليات، وبالتالي في مواجهة ذلك وفي ظل الفشل حقيقة في التصدي لها أو إيجاد وسيلة لمنعها يحاولون أن يعني يخلقوا رزمة من الأدوات الرادعة وخاصة ضد قاتل الفصائل، من ضمنها تشكيل فرق اغتيال أو تسريب أخبار، يعني هذه الأخبار تكون مقصودة وتسريبها يكون يعني مقصود ووراءه أهداف أنه هناك فرق اغتيال صرف الاغتيالات ضد قادة فصائل في الخارج، وأيضا كان حديث عن اغتيال السنوار قائد حماس، وأيضا عن عملية في جنين أو اجتياح. يعني كل هذه الأخبار هي عملية تعكس مدى وحجم المأزق الإسرائيلي، المأزق الأمني والمأزق السياسي والمأزق الداخلي. معنى ذلك يعني أن يعني أنا كل ذلك سيبقى في إطار التهديد والوعيد، أم أن هناك بالفعل خطة لاغتيال بعض القيادات وبالتالي تصعيد وتأجج الأوضاع في المنطقة؟ يعني كي لا يفهم أنه هذا خيار غير وارد، لا، كل هذه الخيارات واردة وكلها موضوعة على الطاولة، ولكن لا يوجد مسوغ حقيقي للجوء إليها الآن، وأيضا لا أحد يضمن أن هذه الخطوات ستقلل العمليات، بل ربما العكس يعني ستزيد العمليات وتزيد دائرة المواجهة. لذلك أنا أقول أنه هذا الاحتلال لا زال يفكر بمنطق أمني ومن خلال النظرة الأمنية للأمور، ولا يفكر بأنه كل هذه القضايا يمكن حلها من خلال فتح أفق سياسي والحديث عن عملية سلام حقيقية وتسليم حقوق شعبنا. الهروب من عملية السلام وحقوق شعبنا سيجعلهم دائما يدورون في هذه الحلقة التي ترتفع وتيرتها مرة وتنخفض مرة، وأدواتها دائما كلها تعتمد على الإرهاب والقتل. نعم، يعني ربما أيضا سيكون هناك ما يسمى بشهر الحرب، وهو شهر استعراضي، ويعني عنونته دولة الاحتلال بعربة النار. هل سنشاهد ربما حملات استعراضية جديدة في المنطقة، أم سيكون الوضع فقط في إطار التدريبات؟ عربة النار هي مناورة، وهذه المناورة صحيح أنها بشكل مفاجئ، ودائما ما يقولون أن هذه خطط موضوعة يعني مسبقا، وهذه المناورات هذه المناورة تحاكي حرب إسرائيلية على أكثر من جبهة في ذات الوقت، يعني قد تكون جبهات في الشمال وفي الجنوب وفي الضفة وحتى أحيانا في مدن الداخل. هذا يعني جزء من تحضيرات وتهيئة الجيش، ولكن لأنه هذه المناورات تأتي في وقت فيه توتر وفيه تهديدات وتلويح باغتيالات وباجتياح، هذا رفع درجة الجهوزية لدى حزب الله مثلا، الذي أعلن بالأمس السيد حسن نصر الله أنه رفع درجة الجهوزية للمقاومة وأمرها برفع درجة الجهوزية، وأيضا غرفة العمليات المشتركة بالأمس رأينا بيانه الأخرى أعلنت حالة الاستنفار ورفع الجهوزية. هذا الوضع يعني والذي نعود لبداية حديثنا، يعني هذه الحالة العالية جدا من التوتر والأعصاب المشدودة والاستنفار العسكري لدى كل الأطراف ربما بالفعل وبشكل ربما لا يخطط له أحد يقود إلى مواجهة شاملة وكبيرة، ولكن يعني حتى الآن أنا أقول أن الأمور ما زالت يعني تسير في هذا النطاق ويمكن السيطرة عليها، ولكن تكرار العمليات قد يخرجنا عن هذا الخط. نعم، ربما أيضا كما قلت في السابق بأن الأمين العام لحزب الله أيضا أكد بأنه رفع من حالة الجهوزية للمقاومة وعلى أهبة الاستعداد، هل يعني ينظر الاحتلال إلى هذا التصريح على محمل الجد، وخاصة في ظل الخطر الإيراني الذي يهدد تحديدا دولة الاحتلال؟ إسرائيل لازالت تنظر للخطر الإيراني وخطر تملك حزب الله لصواريخ دقيقة
والترسانة التي يملكها على أنها هي الخطر الاستراتيجي والوجودي الأكبر. صحيح هناك مخاطر أخرى ولكن هذا هو الخطر الأكبر، لذلك هي دائما تتحسب، وكل ما يصدر عن نصر الله وحزب الله والمران يؤخذ بمنتهى الجدية وعلى محمل الجد في دولة الاحتلال. لذلك نعم يعني تصريح السيد نصر الله بالأمس هو يعني كان موضوع رئيسي وتم وكان متوقع على كل حال، يعني يمكن أن إسرائيل تجي مناورة بهذا الحجم تستمر لشهر تستخدم فيها كل قطاعها العسكرية وأذرع جيشها وتبقى يعني حزب الله وكأنه لا شيء يحدث جنبه بجانبه وهو المستهدف بشكل أساسي. لذلك يعني هذا كان متوقع وطبيعي وتم نظره في هذا السياق. الآن يعني حزب الله وهو الذي يجعلنا ننظر لهذه المسألة يعني بأكثر اهتمام هو أيضا ما ورد، نتذكر ما ورد في حديث السنوار، يعني عندما تحدث عن جبهة إقليمية أو حرب إقليمية أو على حرب على أكثر من جبهة، يعني ربما هذه الإشارة من السنوار التي جاءت قبل كل هذه الأحداث تعطي يعني انطباع أكثر بأنه فعلا يعني قد تكون المواجهة القادمة مواجهة أشمل ولا تقتصر فقط على غزة، ربما تكون هناك جبهات أخرى مثل روسيا مثلا. فيعني ربما في الأونة الأخيرة أيضا تحدثت حركة حماس بأن هناك لقاءات تجري بين المقاومة في غزة وبين أيضا الدب الروسي، هل هذا يعني أن هناك أيضا جبهة جديدة وهذه المرة روسية؟ لا لا تصل الأمور لهذا المستوى. شوف يعني مش أول مرة تجتمع حماس مع روسيا، وأنا أذكر عندما نجحت حماس في الانتخابات أول دولة استضافتها روسيا، وأيضا هناك لقاءات مستمرة وهناك علاقات قوية بين دولتين. وحتى الصاروخ الذي أطلق على دولة الاحتلال كان يعني يحمل التوقيع الروسي، ولكن هذا لا يعني أن روسيا صارت يعني من محور المقاومة، يعني ما وصلت هذه المرحلة الأمور، لازالت العلاقات بين روسيا وإسرائيل جيدة. قبل يومين اتصل بوتين في نفتالي بنت وهناك تفاهمات فيما يتعلق بسوريا، لذلك يعني صح في توتر في بداية تراجع في العلاقة بسبب الموقف من أوكرانيا وانحياز إسرائيل ودعم أوكرانيا، ولكن لازالت يعني هذا لا يجعل روسيا تحولت إلى قطب وجزء من محور المقاومة ومعادية لإسرائيل. لا، الموقف الروسي يعني يصبح أفضل ويتقارب أكثر يبتعد أكثر عن إسرائيل، ولكن كله في إطار النسبي والظروف المحيطة. وتبقى زيارة حماس لروسيا هي فقط في إطار تقوية العلاقات الدبلوماسية ربما بين البلدين. تقوية العلاقات، وروسيا تريد أن تلعب دور، تريد أن تمارس دور سياسي في المنطقة، تريد أن تترجم الحالة العالمية اللي هي يعني أصبحت فيها لها دور أهم إلى خطوات سياسية وتأثير في المنطقة، وأيضا تريد أن تناكف إسرائيل، يعني أن توصل رسائل لإسرائيل، لكن ليس أبعد من ذلك. نعم، هل تتوقع ربما في الأيام القادمة ستشهد المنطقة المزيد من التوتر وسيصل الوضع إلى عدوان جديد مثلا على قطاع غزة؟ هذا وارد يعني وارد ويتوقف بشكل كبير على دولة الاحتلال، لكن أنا أعتقد أنه هذا الاحتلال لا يمكن لأحد أن لا يأخذه بالاعتبار. صحيح أنه ظاهريا الكل لا يريد هذه المواجهة، لا غزة تريدها ولا إسرائيل تريدها ولا هنا يعني أحد، يعني واضح أنه فيش فصائل بتودي عمليات ولا استشهاديين ولا، ولكن أيضا وضع يكون فيه كل يوم في عمليات وفردية وتكون لها نتائج من هذا النوع، وحالة العجز اللي بتمر فيها إسرائيل والتخبط وأيضا عدم الاستقرار السياسي، كلها عوامل تدفع باتجاه ترجيح أنه ممكن يصير مثل هذا السيناريو، ولكن هذا ليس حتمي. يعني ما ننظر للمسألة وكأنه الأمر القرار متخذ وفقط ينتظر لحظة التنفيذ. أنت ما توقعاتك في المرحلة المقبلة؟ هل سيكون هناك توتر أم لا؟ أنا لا أعتقد أن الأمور ستخرج عن نطاقها وتتحول إلى مواجهة شاملة في المدى المنظور طالما أن الأمور بقيت على هذه الحالة، لكن سلسلة عمليات كبيرة ربما تقود إلى هذا الشيء. أنا لا أرى أن الأمور ذهبت باتجاه عمليات شاملة. نعم، إذن المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.